تحياتي محللكم فارس عوض، اسعد بصحبتكم اليوم في التعليق على نهائي المونديال القطري، نهائي بطوله كاس العالم، والذي يقام هنا على ملعب لوسيل، والذي يبدو في حله رائعه واجواء غير عاديه تستقبل هذه المباراة التاريخية. الأمال عريضة، الطموحات كبيرة، التوقعات لا سقف لها، الكل الآن يحبس الأنفاس. نحن هنا نطمح لأن تكون تغطيتنا على قدر الحدث الكبير. إيطاليا في مواجهة إنجلترا، بطولة الأعصاب، وصلنا فيها إلى قمة حبس الأنفاس في نهائي بطولة كأس العالم. الكثير من الحماس هنا، الكثير من التفاصيل، الكل على أعصابه بدون شك. هذه هي مباراة كل شيء، وتلعب بالتأكيد على كل شيء اليوم. من يفوز اليوم سيكون بطلا قوميا في بلادها، مباراة تبحث عن أبطالها من الآن. بهدوء يحافظون على الكرة، شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. كيزا، الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. ليوناردو بروتشي، فيدريكو كيزا، إيموبيلي، لورينزو إنسيني، تسديدة ممتازة للتقدم، مستحيل، الكرة في المرمى، هدف أول في نهائي البطولة، إيطاليا تتقدم في النتيجة الآن. نشوف الهدف من جديد، لاحظوا كيف كانت القوة، مجهود كبير في هذه التسديدة، هدف جميل، لا يمكن أن تلوم حارس المرمى. انطلاقة جديدة للمباراة، وهذه المرة يتأخر المنتخب الإنجليزي في النتيجة. تدخل لطيف، يفتك الكرة بدون أخطاء. فيدريكو كيزا، كيزا، ماونت، وصلت عند ديكلان رايس، فيليبس، ضرب ركنية يحتسبها الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تصدي من الحارس، مزرت الكرة خطيرة في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي المونديال، 45 دقيقة لحسم لقب كأس العالم. ماونت، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. انطلاقة هجومية واحدة من جانب فرصة هدف الآن، تصدي جيد للكرة. وتبعد الخطورة. كرة وخطأ وضربة حرة لمصلحة انجلترا. هاري كين، ماونت، تدخل في توقيت مناسب، الله على استخلاص الكرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. وصلت عند ديكلان رايس، فيليبس، المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. بيراردي، ملعوبة إلى إيموبيلي. المنتخب الإيطالي يتقدم بالكرة بشكل رائع حاليا. تقدير سليمة، بيبعد الخطورة. فيليبس يتقدم للأمام،
الكرة في مكان خطير. خطأ ما في شك تحتسبه في هذه اللحظات. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. حكم اللقاء يقرر احتساب مخالفة. بيراردي افتك الكرة في المنطقة الخلفية، ودفاع ممتاز. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. شوف كرة الهدف مرة أخرى اللي أرسلها عرضية مثالية، ومن ثم أتت الرأسية المتقنة من هاري كين لتدخل الكرة إلى المرمى. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. فيليبس تواصل مع الإثارة في هذه المباراة الماراثونية مع انطلاق الشوط الأول من الوقت الإضافي. لورينزو إنسيني، تدخل ناجح على الكرة. بيراردي، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب، مستحيل اللقطة. المنتخب الإيطالي يحرك الشباك، يحرك المدرجات، يشعل الحماس في قلوب العشاق. هدف ولا أروع لعشاق لانزوري. نتيجة تشير لتأخر منتخب إنجلترا في هذا التوقيت. عشر دقيقة أخيرة تنطلق ضربة البداية الشوط الإضافي الثاني. وصلت عند ديكلان رايس. تحرك هجومي مميز لا من جانب المنتخب الإنجليزي. راحت عند فيليبس. وصلت إلى ماونت، لكن الخطورة تنتهي. ضاعت الفرصة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. عند الإمكانية هنا فرصة للتعادل. الكرة للتعادل الآن. المنتخب الإيطالي بطلا لكأس العالم. أي فرحة، أي سعادة، أي مشاعر، أي فرحة هنا تاريخية. كرة القدم وما تفعله باللاعب.